بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المشاهدين، تحية طيب بعد أخوكم جمال باطفال يحييكم في مقطع جديد قاطع أتعلم مع جمال. طبعا وجدت هذه القطعة زين أو الوصلة، سمها اللي بتسميها قطعة وصلة زين، adjustable safety pocket blow gun زين. طبعا هذه الجميل فيها، دقيقة راح أوقف، إنه فيها مثل العلاقة أو الحمالة زين، تحطها في الجيب زين في أي مكان من الجيب. طبعا هذه تعمل بمثال هذا زين، يعني تقدر تركب فيها الهوز، وصلة الهوز، وراح زين تنفخ فيها زين الهواء زين، أو تستخدمها. طبعا الاشياء الصغيره بس الجيد فيها انها عمليه، وايضا اعتقد ان فيها مثل المحبس، صراحه ما جربتها، راح اجربها زين. ممكن يسكر ويفتح، اعتقد هذا اخر شيء يفتح كامل وهذا يسكر كامل اساس تتحكم بالهواء زين. راح اجربها الحين معاكم، يعني الحلو فيها راح ارويكم. انا عندي بعد هني، انا عندي قطع ايضا، عندي هذه اوكي، وعندي هذا، لكن هذه جديدة في السوق صراحة، عجبتني. نفس الراس زين، ايضا صغيرة، ممكن تنفخ فيها اشياء بسيطة، يعني تتحكم في كمية الهواء، وبعدين تمسكها مثل القلم بيدك تنفخ فيها. لاحظون الحين زين، راح افتح الهواء شوي بس، بعد تقدر تتحكم في الهواء من هنا. تقدر تسكرها، بس انا ما انصح انك تسكر عليها هواء، ممكن تخربها من داخل. فقط خلها لاشياء مثلا تبغى تنظف عندك، مثلا كمبرسر صغير زين، اشياء صغيرة. حرويتهم هذه الدنيا كلها عندي بهدل هني، الله يستر، تطير اشياء زين، شو غبار زين. راح يدخلك هني، يعني طبعا الهدف منها صراحة عجبني شكلها، يعني احيانا اشتري اشياء زين فقط للشكل، يعني شيء جديد في السوق زين. ممكن ايضا في المستقبل راح تخدمك في اشياء صراحة. ها شو رايكم؟ تعرفون كم سعرها؟ ما ادري قلت لكم سعرها ولا لا، تقريبا سعرها في حدود 12 درهم زين. راح تحصلها في الاميرات ستول تقريبا، ممكن في حدود 3 دولار زين، 3 دولار امريكي ماكسيمم. جيدة جدا، حطها في جيبك وكان الله غفور رحيم. تعلق يعني اللي بشوفه يقول سيجارة زين. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. طبعا لو عجبكم المقطع لا تنسون الاشتراك وإبداء الإعجاب ومشاركة هذا المقطع مع من تحبون. نشوفكم على خير إن شاء الله.